برضو يعني الفكرة جات لك منين؟ فكرة الرواية دي تحديدا جات لك منين؟ يعني هي فكرة الرواية بدأت من ميلي شوية ناحية الأقليات. أنا عندي يعني أقدر أقول إن أنا داعم شوية لقضايا الأقليات عموما، في نبذ، في عنف، في اضطهاد، ما هواش بشكل كبير قوي يعني ناحية أقليات كتير، لكن على الأقل موجود حتى بالكلام والنظرات، مش شرط بالأفعال. ففكرة العلاقات ما بين مختلف الديانات مش بدعمها، ولكن أنا ضد إن ده يتم على أساسه نبذ الأطراف دي، يعني الأطراف لازم دي الاحتواء. مظبوط. يعني هو أساسا زواج المسلم من المسيحية قضية ما تمرش أصلا مرور الكرام عموما في مجتمعنا، فأنت برضو الفكرة دي هل شفتها حواليك؟ ممكن نقدر نقول أكيد. شفت نموذج من النماذج دي أكيد. موجودة حواليك، حبيت تكتب عنها لأنه شفت تريك ما في العلاقة أو في الحياة ما بينهم والناس بتعملهم إزاي، فحبيت أن أنت توظفها في القصة دي أو في الرواية دي. اكيد في اكيد اكتر في اكتر من روايه، او في اكتر من عمل فني سينمائي وتلفزيوني اتكلموا عن فكره العلاقه ما بين يعني مسلم ومسيحي.